بزاف لانكم جيتوا حضرتوا معنا اليوم هنا. انا اللي لعبت بيرسوناج ديال بدر. بيرسوناج ديالي داز شويه صعيب، مي الحمد لله تغلبنا عليه وربي ما خيبناش. بيرسوناج ديال بدر اللي هو واحد الدري، بدر اللي هو واحد الدري كيعيش مع والديه في الدار. الاب ديالو كيدخل سكران الدار كيف ما كنقولوا حنا المغاربه، كيدخل الاب ديالي سكران الدار، داكشي كيتعدى على الام ديالي، وانا حدا يوميا كنشوف نفس المنظر. من بعد واحد الخطره وانا نقول علاش لي ما نخرجش انا الزنقه ونعتمد على راسي ونصوفي الام ديالي كيف ما كنقولوا. ملي خرجت للزنقه تلاقيت بحمزه وناسيم اللي هو عمر اسيس سلمى كمال. ملي تلاقيتهم جمعتنا واحد الاخوه، من بعد لقينا الصاك ديال الفلوس وصافي لا سيري غاده بحركه. الصراحه لقينا بزاف ديال الصعوبات. انا واحد الخطره كنت انا وناسيم يلا داخلين لواحد الكافي وداخلين بالحوايج ديال البيرسوناج ديالنا، يلا داخلين ويجري علينا واحد مول القهوه، وانا نقول نيت قلتها في واحد الانترفيو صراحه. ملي كيبان لي شي دري صغير في الزنقه اقسم بالله حتى كيبقى فيا الحال، حيتاش هما راه يومين عايشين ديك التجربه، ما حنا راه غير كنصوروها وكن فهمتي. حسيت بها بزاف. كيف ما قلت لك البيرسوناج ديالي راه ماشي سهل. صراحه انا كيعجبني نلعب بحال هاد لي بيرسوناج حيتاش كنعطي فيهم، وكيعجبني الحال نلعب بحال هاد لي بيرسوناج حيت انا كيف ما بغيت نقول لكم انا ولد احياء شعبيه، كنعيش في احياء شعبيه وكنشوف داكشي يوميا. البيرسوناج ديالي اللي هو ناسيم في كازا ستريت، بيرسوناج اللي مهم بزاف لانه كيبين الناس بزاف باللي راه زعما شحال ديال الناس كنشوفوهم اللي عندهم الفلوس واللي كيبان لينا بلي ما ناقصهم والو، لا راه ناقصهم. وحتى هادشي حتى بالنسبه للعائلات، لي بارون اللي موفرين لولادهم كلشي وما موفرينهمش لهذاك الحنان وهذاك الحب لولادهم، باسكو بوغ مو هذاك هو اللي اهم، هو اللي غيخلي ولادهم زعما غيخليهم يرتاحوا اكثر. دونك هذا هو البيرسوناج ديال ناسيم، وباللي تلقات زعما ما لقاتش هذاك لو سوتيا من عند ماما لانه كانت كتخدم، لقات واحد ما لقاتش الاب ديالها في جنبها، ما لقاتش حتى شي حد من جنبها، ولكن لقاتو من اشخاص اللي برانيين واللي يقدروا يفهموا المشكل ديالها اللي هما حمزه وبدر. دو بيرسوناج لي زيتي تري امبورطون، لانه بغينا نبينوا للمشاهد باللي هذوك جوج دراري ولا دري اللي كتشوفوا في الزنقه كطلع عليه جاج ديال الطوموبيل ما مسوقش ليه، راه حتى هو محتاج ليك، ومحتاج ما عندوش عائلته دونك غيحتاج لك. حنا بغينا نبينوا للناس باللي راه هذوك حتى هما اي سون دي زونفو، حتى هما عندهم قلب عندهم ضمير، دونك خصنا نكونوا ظريفين معاهم. مسلسل كازا ستريت انا كنجسد فيه شخصيه شيماء اللي هي الام ديال وحده من الاطفال اللي كيعيشوا هاد الاحداث ديال المسلسل في شوارع الدار البيضاء. دور اللي هو ما غنقولكش صعيب، ولكن الاحداث اللي كيعيشها صعيبه شويه بزاف. التناول ديالها كان صعيب شويه بزاف. القسوه ديالها عليا انا كانسانه وكأم كانت شويه صعيبه بزاف، مي دازو دوزناهم. كنتمنى انهم يكونوا واقعيين ويكونوا كريديبل باش يوصلوا للمشاهد. لا 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 لا، ماشي امراه شعبيه، هي امراه من وسط متوسط او نقدروا نقولوا راقي شيئا ما، اللي كتفقد البنت ديالها في ظروف غامضه ما كتعرفهاش، ومع تسلسل الاحداث كتفهم علاش البنت ديالها ضاعت او علاش البنت ديالها خرجت من الدار. بصراحه عشنا اجواء زوينين بزاف في تصوير المسلسل، الكاستينغ زوين بزاف، بزاف ديال الناس عمري ما خدمت معاهم في هذا المسلسل، فهذا كان شيء زوين بزاف. بالنسبه للتعامل مع المخرج فانا علي مجبود عزيز عليا بزاف وكنحترمه بواحد الدرجه عاليه، وكتعجبني الخدمه ديالو بزاف، فكان هذا ثاني تعامل ديالي معاه، ودائما فرحانه انني نخدم مع علي بطريقته ديال الخدمه، طريقته للاشتغال، طريقته في الاصرار ديالو على انه ما يدوز الحاجه حتى تكون بيرفكت بالنسبه لي له. وهاد الطريقه ديال الاشتغال انا كتعجبني بزاف، لان انا دائما كنقلب على بيرفكسيون، دائما كنقلب على ان الحوايج يكونوا فاحسن صوره ديالهم، فكان انا كيعجبني نخدم مع علي وكنتفاهم في الخدمه مع علي. الشخصيه ديالي الشخصيه ديال واحد المفتش انسبكتور يوسف، شخصيه انسبكتور ولكن با كوم لي زوتر، كنكتشفوا فيه ان كوتي بروفيسيونيل بحال وبحال الاخرين، ولكن عنده ان كوتي بيرسونيل اللي كيميزو، اللي لا قدرتي الا شفتي هذاك لو كوتي في الاول تقدري تقولي هذا ماشي خدمته بوليسي اصلا، ولكن طالونتيو كيكون عنده يد كبيره في حل بعض الالغاز اللي كتكون في المسلسل، وكيكون عنده علاقات مع الزملاء ديالو، مع الضحايا، مع
اللي نتمنوا انه الجمهور يعجبوا تعجبوا التجربه. علي مخرج رائع سورتو في اداره الممثل. الشخصيه ديالي انايا كانت من التركيب ديالو هو الى ايتي كومبوزي بار لوي الى ايماجيني كوم سا ولعبتها كيف ما تخيلها. Ça m'a fait plaisir de jouer ce personnage. Je suis venu à l'aïe, je suis venu تجربة ديال الخدمة مع علي خدمة زوينة رائعة بصراحة. الشخصية هي فاتن واحد البنت اللي عندها محل كتبيع الورد وعندها بيبينيير. الشخصية هادية كتوقع في غرام واحد الشاب وكيبغوا بعضياتهم. ما عرفتش ما بغاش نحرق بزاف أحداث ديال السلسلة مي كتكتشف امور اللي كان مخبيها ليها ايتو وكاين احداث جميله في المسلسل اللي هو الابطال الرئيسيين ديالو هما اطفال وكيطرق لموضوع مهم اللي هما هذوك الوليدات اللي كنشوفو كل نهار في المجتمع ديالنا في الفروجات كيبيعوا. ف فوالا اخراج رائع. اول مره انتاج غادي يكون ديريكت مع شاهد من منتجين مغاربه تعاملوا ديريكتومون مع شاهد ماشي غير تنفيذ. واجواء التصوير دازت زوينه والحمد لله ان شاء الله العمل انا ثقه فيه وان شاء الله غادي ينال اعجاب الناس. هي شخصيه عادل اب عادل لانه واحد الشخصيه الى بوكو دو 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 بروبليم في لا في ديالها. هاد الشخصيه اللي عنده هو اب ديال واحد بدر اللي دريته هو متشرد لان بسبب مشاكل ديال الاب ديالو اللي عاشها هو مشاكل في الاسره ديالو هاد الشيء اثر عليه ودار داكشي اللي داروا على ولده ولهذا فهناك شخصيه هي كنقول ان شخصيه بلان دو ريليف كما ندي شخصيه كومبلكس اي عميقه جدا. وانا احب هاد الشخصيه لاني احب كل الشخصيات التي لا تشبه شخصي لأنك يخول لك أنك تغوص في أعماق الشخصيات وتحاول تعطي الجميل في كل هذا. كانت عندي شخصية ديال الجن واحد البيرسوناج اللي قبيح ومن طمع نشمة بنادم دائما كيكون بوحده وديما كيقضي لي ميسيون ديال البوس ديالو. عندي بزاف ديال التجارب ومن هذه من التجارب الأولين عندي مع أعمال مغربية. كنت كنمثل في عدة أفلام أمريكية كنمثل ممثل ومن طمع كاسكادور. تجربة الصراحة جد رائعة وعجبني بزاف هاد لا سيغي ديال كازا ستريت لحقاش طرق واحد الموضوع جد مهم اللي هو المعاناه القاسيه اللي كيعانيو اطفال الشوارع وصافي فريمون بليزير انني نشارك في هاد العمل هذا وكنتمنى انه يعجب المغاربه.